كمان ليس من السهل ان نبدا مباراه مع بالميراس يعني باللاعبين الدوليين بتوعنا، يعني دي برضو نقطه مهمه، لان كانت الناس يا كريم بتسال هو اللعيبه الدوليه هتلعب ولا لا. هو قال لا، صعب جدا ان انا ابدا بيهم، احنا مش هنضحي بيهم وبحالتهم البدنيه اللي لسه مش واضحه لحد دلوقتي، وعلينا ان احنا نثق في العناصر الموجوده دلوقتي، ولكن ايضا اللاعبين الدوليين موجودين معانا ولا يمكن ان نغامر بهم او باي منهم. يعني خلينا نقول كده من الاخر، هو هيشوف حاله اللاعبين، وغالبا الاستعانه هتكون يعني بعيد عن اللي شاركوا في ماتش السنغال ده، يعني ده رايي او ده توقعاتي او ده توقعات البعض. يعني اعتقد كمان ان ايمن اشرف وشريف ممكن ان هم يتم الاستعانه بيهم. وبالمناسبه برضو يا كريم، يعني موسيماني قال على محمد شريف ان هو مهاجم مهم جدا ومحترف، وبيعرف يعني جيدا ان ايه اللي عليه وايه اللي مطلوب منه، فاعتقد دي برضو في اي ظروف، فهو اتكلم حتى تحت اي ظروف، فاعتقد دي نقطه مهمه. واحنا ما عندناش شك محمد شريف طبعا. رغم اي شيء حدث، يعني رغم برضو الاحداث اللي كانت مع المنتخب وفكره ان هو ينزل 10 دقائق ويطلع، والناس قالت لك طب ليه ومش ليه، مش مهمه ابدا كل طبعا. الحاجات دي، انت عندك لاعب تقيل قوي اسمه محمد شريف قدر ان هو في خلال شهور ماضيه يثبت نفسه ويبقى واحد من احسن المهاجمين في مصر، فان شاء الله كمان بيحمل ليه المستقبل مع الاهلي الكثير القادم. الى جانب ان كلمتين اللي قالهم موسيماني عن محمد شريف مليانين واقعيه الحقيقه ومنطقيين جدا، بس ستيل برضو لفتة طيبة منه ان هو يقول الكلمتين دول على سبيل حتى الطردية لمحمد شريف، اللي اكيد نتيجة الواقعة اللي انت ذكرتيها موضوع ان ينزل وما يكملش 10 دقايق ويطلع تاني. يعني حتى لو خدتي بالك هو خاصه امبارح بحضن من الصنف المتميز، لان ده موسيماني يا كريم حلو عنده الحتة دي. موسيماني العامل النفسي بيلعب عليه وبيركز عليه جدا، وفي تصريحاته بيركز عليه، وشفنا اول ما انضم للنادي الاهلي قد ايه كمان اللعيبة نفسيتهم بقت احسن، التيم ورك بقى احسن، لعيبة ظهروا عندك بشكل كبير زي، وهنقول الكلام ده تاني، قفشة ومحمد شريف تحديدا كانوا من العناصر اللي ظهرت بشكل يعني مختلف تماما مع قدوم باتسو موسيماني، فهو فعلا بيهتم بالجانب ده على عكس شوية كيراش. يمكن كيراش في البداية ما كانش عنده الحتة دي تماما. لا عارف اللي يعني الناس كلها عماله تقول وتوه كلتشر مختلف في الفتره الاولى اتقال ان هو كان سايب الحته دي للجهاز المعاون، مش مهم ايه اللي حصل، بس يعني اكيد كان في فرق واضح، ويمكن ده انعكاسه كمان واضح على الارض. يعني لا الحقيقه دايما